أنا زميلتكم رشا الخطاطبة من دفعة 2017 دفعة سافتونن كلية الصيدلة جامعة اليرموك. رح أشرح لكم شابتر 9 سيلر ريسبيريشن أند فرمنتيشن. هلا هذا هو بيعتبر الشابتر الثاني بمادة السكند لطلاب العلوم، وهو الشابتر الأول بمادة السكند لطلاب الطب والصيدلة. بالمناسبة مبروك علاماتكم لطلاب الطب والصيدلة، والله طلعتوا بترفعوا الراس. هلا شرح الشابتر رح يكون على دوسيتي موجودة في مكتبة كيرف نفق البوابة الشمالية. هلا هذا التشابتر مهم جدا جدا وجدا، راح يفيدكم في مادة البيوكيمستري بايوكيم. راح تاخذوه على شكل اوسع من هيك. هو التشابتر بده فهم، يعني بده حدا هيك يشغل مخه. فخلونا نبلش. بسم الله. Cellular respiration and fermentation. قبل ما نبلش لازم نعرف انه life is work. هلا الحياة عبارة عن عمل. هلأ هذا العمل سواء كان صغير أو كبير، بس الحياة عمل، ورح نشوف هذا الإشي من خلال هذا الشابتر. رح نشوف كيف الخلية رح تشتغل مع كل الأورجانيز اللي جواتها، مع كل إشي، لحتى تنتج الـ ATP السيلر ريسبيريشن. هلأ السيلر ريسبيريشن قبل ما نبلش رح نحكي إنه إيش هو السيلر ريسبيريشن. السيلر ريسبيريشن هي عملية التنفس الخلوي. هلأ إحنا بناخد من عملية التنفس الخلوي أكسجين ومنطلع ايش؟ ثاني اكسيد الكربون. هذا الاشي اللي تعلمناه في المدارس، بس هون الوضع اختلف. هون رح نشوف كيف رح ننتج ATP ورح ننتج اشياء عفك. فركزوا منيح، يلا نبلش. Living cells require energy from outside source to do work. هلأ الخلايا والحية بحاجة لطاقة عشان تشتغل شغل معين. هلأ قبل حكيت لطلاب بالعلوم بالشابتر الثامن، حكيت لهم انه الانيرجي هي القدرة على احداث تغير معين. اوكي، فالانيرجي هاي لما تدخل على الخلية بتخليها تشتغل، فلولا الانيرجي الخلية ما رح تشتغل. فلهيك يعني الكل عماله يدور على الانيرجي. The work of the cells includes assembling polymers, membrane transport, moving and reproducing. هلا السؤال القوي، ايش شغل الخلية بالضبط؟ يعني هلا شغل الخلية بيعتمد على انها بتهدم الجزيئات الكبيرة لجزيئات صغيرة، وبرضه بتشتغل في نقل الجزيئات خلال الغشاء البلازمي، والاهم من هذا كله من خلال عملية التكاثر. تمام. هلأ هدول الفانكشن مهم تعرفوهم: membrane transport, moving, reducing. animals can obtain energy to do this work by feeding on other animal or photosynthetic organisms. هلأ الحيوانات أكيد كنا نعرف بالمدرسة في إنه منتجات، في إنه مستهلكات أول، مستهلك أول، مستهلك ثاني، وهاي القصص. فالحيوانات أو الكائنات الحية بتاخد هاي الإنرجي من وين؟ بتاخدها سواء كان لو تغذت على أنيمالز ثاني أو على الفوتوسينثيتيك أورجانيزمز اللي هما النباتات. على الأنيمالز أو الفوتوسينثيتيك أورجانيزم. يمكن يجي سؤال في الامتحان إنه إحنا كيف رح نحصل على الإنرجي؟ إما نأكل نباتات أو نأكل حيوانات. بس الحيوانات اللي نأكلهم جاد لحمة وهاي القصص يا جماعة، مش تفكروش إشي تاني. يلا أهم المعاني اللي لازم تعرفوها: living cells هم الخلايا الحية، الإنرجي هي الطاقة، assembling اللي هي الهدم، reproducing اللي هي التكاثر، والfeeding هي التغذية. هلأ الإنرجي لما تدخل على الإيكو سيستم بتدخل على أساس إنها sunlight، يعني أشعة شمس زي هيك. لما تخرج بتخرج على شكل هيت. طب كيف يعني بتدخل على شكل sunlight وكيف بتخرج عليه؟ هلأ هذا الحكي برضو حكيته لطلاب العلوم إنه بالشابتر تبعهم، حكيت لهم إنه الكائنات الحية لما تاخد الإنرجي تعمل اضطراب للكون من خلال إنها تستهلك الانرجي اللي عندها وبتطلع الباقي على شكل هيت، وهذا كله بيزيد الترابلنس للكون، وهذا الاشي الاضطراب الكون. فالانرجي لما تدخل لما تدخل الايكو سيستم بتدخل على شكل ايش؟ سنلايت، وبتخرج على شكل ايش؟ على شكل هيت. ف
برضه اللي إشي اللي بهمنا لحتى الدورة تصير اللي هي الأكسجين. الأكسجين والإنرجي هدول بيفيدونا كتير، اللي هم الكيميكال إليمنتس essential to life or recycled. تمام. Photosynthesis generates oxygen and organic molecules which are used in respiration. هلا من وين نجيب هدول الكيميكال إليمنتس؟ الكيميكال إليمنتس اللي هم الأكسجين والأورجانيك مولكيولز بناخذهم من النباتات اللي بتنتجهم، وإحنا بناخذهم على حتى نعمل عملية السيلولر ريسبيريشن. مش راضي تتحدث بس يا الله. المهم الكيميكال سيلز يوز كيميكال انرجي ستورد ان اورجانيك مولكيولز تو جينيريت اي تي بي ويتش باورز ورك. هلا في عنا خلايا بياخذوا الكيميكال انرجي الموجوده في الاورجانيك مولكيولز موجوده في الاغذيه عشان يعملوا ايش؟ اي تي بي. الاي تي بي هلا احنا لما قبل ما احكي لكم قبل ما نحكي هذا الحكي كله، هلا احنا لما ليش احنا ما بناخذ الانرجي على اساس انها انرجي نفسها، لا احنا بناخذ الاي تي بي اللي جواتها. اوكي هلا بناخذ الاي تي بي اللي جواتها لحتى نشتغل الشغل. ليش؟ هلا بتتذكروا في التشابتر السابع اللي هو او التشابتر الثامن مش عارفه الاسمياتهم، بس هو البلازما ممبرين لما كانت تنتقل الجزيئات من خلال البلازما ممبرين كنا نحتاج لـ ATP، صح ولا لا؟ فالـ ATP هي الانرجي، جزء من الانرجي. فالـ ATP بتحتوي على أدينين داي فوسفات وبتحتوي على فوسفين، جزيء فوسفات. فهي بتتحلل، هي أدينين تراي فوسفات تتحلل لأدينين داي فوسفات سوري. المهم فالـ ATP هاي عشان نشتغل الشغل تبعنا. الطاقة بتدخل، هيني حكيت لكم هون، الطاقة بتدخل على الإيكو سيستم على شكل أشعة وبتطلع على شكل الحرارة اللي هي الهيت. طبعا في عنا عناصر كيميائية ضرورية للدورة اللي رح تصير حتى تتم عملية التنفس الخلوي، ومن الأمثلة على هدول العناصر الأكسجين اللي بتصنعه النباتات وبتاخده الكائنات الحية لحتى تنتج ثاني أكسيد الكربون والطاقة. الاي تي بي هي الباور وورك. شوفوا كيف انه تخرج الهاي على شكل سان لايت، بتاخدها بتستخدمها الفوتوسينثيسيس الاورجانيزمز عشان اللي هي الكائنات الباسدات الخضراء لحتى تنتج اورجانيك مولكيولز واكسجين. فالاورجانيك مولكيولز والاكسجين تاخدهم من الميتوكوندريا عشان تعمل سيلولار ريسبيريشن، فبنتج عنها ثاني اكسيد الكربون ومي. هلا السيلولار ريسبيريشن من نواتجها الاي تي بي، ما السيلولار وورك بتصير. هلا اكيد كلياتنا بنعرف شو يعني، او ما بدنا نحكي انه بنعرف، بس جماعه العلوم اكيد لازم يعرفوا هذا موجود في التشابتر اللي قبل هذا. تمام. الميتابوليك باثويز، الميتابوليك باثويز هي عمليات الايض، تتكون من كاتابوليك باثويز وبتتكون من انابوليك باثويز. الكاتابوليك باثويز هما عمليات الايض، عمليات الهدم. اما كتب anabolic pathways هم عمليات البناء. فالكتابوليك pathways تستخدم الأكسجين على أساس إنه تحطم الـ ATP، لا سوري، تحطم الجزيئات الكبيرة عشان تعطينا ATP. هلا الكتابوليك pathways الكتابوليك pathways release stored energy by breaking down complex molecules. هي العمليات أيضا مسؤولة عن تحطيم الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة حتى تعطينا إيش؟ ATP. في إنا الكتابوليك باثويز في إشي مهم فيها لحتى تصير العملية، تتم العملية بنجاح. إيش هو؟ عماء إلكترون، إلكترون ترانسفير، حركة الإلكترونات وانتقالها دور مهم ورئيسي في عملية إيش؟ الكتابوليك باثويز. هلا هدول البروسيس هاي الكتابوليك باثويز والالكترون ترانسفور هما الجوهر،
هم الأساس في عملية السيلولار ريسبيريشن، هم الأساس في عملية السيلولار ريسبيريشن. بيجيكم سؤال في الامتحان، مين هم الأساس في عملية السيلولار ريسبيريشن؟ الكتابة لك باثويز، إنه أنا بدي أحطم جزيئات كبيرة لجزيئات صغيرة، والإلكترون ترانسفير. هذا التشابتر أكتر تشابتر لعب ومعنى فيه، وحياة الله يعني ركزوا فيه منيح. المهم يعني عم ما فعلكم ما علينا. هلا الكتابوليك باثويز اند برودكشن اوف اي تي بي. هلا لما نكسر الجزيئات رح يطلع معنا اي تي بي، فاحنا عمالنا نطرد الطاقه. فايش اسم هذا التفاعل؟ اكسرجونيك، صح؟ هياته مهم نعرفه، مهم. هلا في عندنا مصطلحات لازم نعرفها. الفيرمنتيشن، الايروبيك ريسبيريشن، الايروبيك ريسبيريشن لازم نعرفهم، تمام؟ ايش هي الفيرمنتيشن؟ الفيرمنتيشن هي التخمر، وهي تحطيم الجزيئات بدون استخدام without using للاكسجين، بس هي بتكون partial يعني جزيئيه partial degradation، تمام؟ والايروبيك ريسبيريشن هي تنفس هوائي، هي عملية التنفس الهوائي، هي عمليات هادمة مسؤولة عن تحطيم الجزيئات باستخدام الأكسجين والطاقة. والأيروبيك ريسبيريشن هي تنفس هوائي نفس مبدأ التنفس الهوائي، بس هون بدون استخدام الأكسجين، تمام؟ الفيرمنتيشن هي بتكون باشل، الأيروبيك بتكون دون استخدام الأكسجين، تشبه الأنيروبيك ريسبيريشن، ولأنه تنتين دون استخدام الأكسجين. الأيروبيك ريسبيريشن هي التنفس الهوائي، بتعتمد على الأكسجين عشان تعطينا الـ ATP. هلا عملية التنفس الخلوي السير ريسبيريشن تتكون من الأيروبيك ريسبيريشن والأنيروبيك ريسبيريشن، بس الأغلب الأيروبيك ريسبيريشن، تمام؟ هلا الفيول اللي احنا بنستخدمها مثلا الطاقة وهيك عشان مثلا نزيد عملية الإنيرجي وهي قصص. هلا مثلا البنات بيحبوا ياكلوا شوكولاتة، ليش تاكل شوكولاتة؟ عشان هيك أصحصح، عشان يزيد عندي هرمون السيرتونين، هرمون دفعتي. المهم هلا هاي القصص كلياتها بتزيد الانرجي. مثلا تلاقيك لما تاكل تشرب قهوة او تاكل حبة شوكولاتة وهيك اللي بتحتوي على الكربوهيدرات والفاتس والشغلات اللي اخذتوها في الشابتر الخامس اول شابتر، فهدول كلياتهم بيحتوي على فيول، وبنفس الوقت هدول بيحتوي على على انه اللي هم الفاتس وهاي القصص، الدهون اللي هي بتسبب السمنة. ما بدنا ندخل بهاي القصص، ما علينا، تمام؟ مصادر الفيول ايش هما؟ الكربوهيدرات والفاتس والبروتينز، تمام؟ نيجي على الريدوكس رياكشنز. الريدوكس رياكشن هو اختصار لعملية التأكسد والاختزال، بتكون من اكسيديشن وريدكشن رياكشن. هلا الاكسيديشن والريدكشن رياكشن، التأكسد والاختزال اخذناه ايام المدرسة، كنا نحكي انه تكسب الكترونات تفقد الكترونات، فيعني ايش؟ بيعتمد بشكل رئيسي على الالكترون ترانسفير. المهم هلا انتقال الالكترونات خلال التفاعل الكيميائي تنتج طاقة من الأورجانيك موليكيولز. هلا الأورجانيك موليكيولز بيكون جواتها مخزن انرجي، تمام؟ لما تنتقل الالكترونات تنتج طاقة، بام 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 للطاقة. هاي الطاقة بنستخدمها ليش؟ عشان نصنع الـ ATP، عشان نصنع الـ ATP. هلا اوضح لكم اياها اكثر. عندنا أورجانيك موليكيولز طلع منها الكترونات، صارت انتقلت او كسبت الكترونات طلعت منها طاقة. هلا هاي الانرجي اللي هي الطاقة ليش بنستخدمها؟ عشان نصنع ATP، تمام؟ Chemical reaction that transfer electrons between reactants or called oxidation reduction reaction. Redox reaction. التعريف لازم تحفظوه لأنه راح يجيكم في الامتحان، هيك هيك راح تلاقوه قدامكم، صدقوني والله. ما علينا. هلا الاكسيديشن رياكشن، هو الاكسيديشن رياكشن هو انه هذا الاليمنت يخسر ايش؟ الكترونات، لوسز للالكترونز. اما الريدكشن، الاليمنت هذا او السبستانس يعمل
اسمه الغاز للإلكترون يكتسب إلكترونات فاسمه is reduced إنه هو العنصر المختزل. فالأكسيداشن رياكشن لما أنت تفقد إلكترونات يعني شو؟ يعني أنت شحنتك بتصير موجبة. أما الريدكشن أنت لما تكسب إلكترونات أنت هيك بتصير شو شحنتك؟ سالبة. والله إني شغل أشرح لكم كيمياء بس بتعرف ما علينا. لا لا ما راح أضرب جمال الكيمياء راح أشرح بيض ثقة ألف. ريدوكس رياكشن بتكون من اكسيديشن وريدكشن رياكشن. اكسيديشن رياكشن هي تفاعلات التأكسيد، هي تفاعلات من خلالها بيصير فقد للإلكترونات، وريدكشن رياكشن هي تفاعلات الاختزال، هي تفاعلات بيصير من خلالها كسب للإلكترونات. شوفوا هاد عنصر element خسر الإلكترونات، so إيش اسمه؟ oxidation becomes oxidized. Cl صارت Cl minus كسبت إلكترونات، فإيش صار لها؟ reduction becomes reduced. بس والله هلا اللي بفقد الإلكترونات اسمه reducing agent، واللي بكسب إلكترونات اسمه oxidizing agent. هلا اللي بفقد إلكترونات يعني إيش؟ يعني اكتساب، تمام؟ مكتسب، وبيخلوا الإلكترونات لما يفقدهم بتروح على عنصر ثاني عشان يكتسبهم. هو عامل لحتى العنصر الثاني اكتسب الإلكترونات، فيعني إيش؟ reducing agent. والإلكترون acceptors is called oxidizing agent. هلا some redox reaction don't transfer electrons electrons but change the electron sharing in covalent bond. هلا في عنا عناصر نفسيات واشياء نفسيه انه ما بتحب تنتقل الكتروناتها، بس صار في عنا partial او انه sharing للالكترونز مثل ما بيصير في الكوفالنت بوند. من الامثله على هذا الاشي اللي هو sharing in covalent bond الميثان والاكسجين. هون بتكون الخسارة، هاي شايفين كيف بحكي لكم اياها، شايفين مشطرني. هون بتكون الخسارة جزئية للإلكترونات، لهيك سميناها تفاعلات تأكسد واختزال. Oxidation of organic fuel molecule during cell respiration. عملية الأكسدة للمركبات العضوية خلال التنفس الحلوي. هلا during cell respiration في عنا الفيول، ايش هو؟ الجلوكوز. بيصير له oxidization والاوتو بيصير له reduced، تمام؟ فبما انه الجلوكوز صار له oxidization فسبب للاوتو reduction، صح؟ فاسمه ايش؟ الجلوكوز reduced agent. اما الاوتو صار لها reducing اختزال، فسببت للعنصر الثاني الجلوكوز أكسدة، فصارت إيش؟ oxidizing agent، تمام؟ The organic molecules with an abundance of hydrogen are excellent source of high energy electrons. هذا الإشي مهم، لازم نعرف إنه المركبات العضوية الغنية بالهيدروجينات لازم تكون مصدر ممتاز لطاقة عالية من الإلكترونات. The energy is released as the electron associated with the hydrogen ion are transferred to oxygen at lower energy state. الطاقة بتتحرر لما ترتبط الإلكترونات مع الهيدروجين، فبتنتقل للأكسجين lower energy state. متى الطاقة بتتحرر؟ الطاقة بتتحرر لما يرتبط الإلكترونات مع الهيدروجين، فبنتقلوا هدول للأكسجين يعني لحالة من lower energy state، فتطلع معنا يعني كل انتقال بتكون الإلكترونات فوق بالhigher energy state، تمام؟ مش عارفة لازم هون لو في رسم برسمكم اياها. بتكون الإلكترونات في الhigher energy state ضلها تنزل لللower energy state اللي هي الأكسجين، فكل نزلة معها رح يطلع معنا ATP. شوفوا كيف الجلوكوز becomes oxidized، الO2 becomes reduction، هذا اسمه reduced agent، هذا اسمه oxidizing agent. رح يشوف الامتحان والله بتذكر جانس واحد عادي اشي ما علينا. Stepwise energy harvest via NAD+ and the electron transport chain. خطوات استخلاص الطاقة كامل.
قبل ما نبلش بالموضوع لازم نعرف شغلة، ان التأكسد للجلوكوز ما بيصير في خطوة انفجار واحدة. شو يعني انفجار واحدة؟ يعني انه ما بتستخلص الطاقة الكاملة بعملية التأكسد والاختزال، فلابد يصير انه يصير عندنا سلسلة من الخطوات. هلا بالسيرو ريسبيريشن اللي جلوكوز اند اذر اورجانيك مولكيولز ار بروكن داون ان سيريز اوف ستيبس. هلا الجلوكوز والاورجانيك مولكيولز بتحطموا بسلسله من التفاعلات، يعني تفاعل على تفاعل، ستيب على ستيب على ستيب، بتحطموا كامل، ما بيتحطموا فجاه. يعني الجلوكوز ما بتحطم فجاه حتى تعطيني الاشي الصغير منها، لا، الجلوكوز بتصير ستيبس من رياكشن حتى تتحطم. Electrons from organic compound are usually first transferred to NAD plus a coenzyme. هلا الالكترونات بتنتقل من المركب العضوي اللي هو الجلوكوز اللي صار له تحطيم لل NAD plus، ما بتروح للاكسجين مباشرة ولل lower states of electrons، لا، بتروح على NAD plus اللي هو بيستقبلها. هلا ال NAD plus هو عبارة عن كوينزايم عامل مؤكسد. هلا الأكسجين إيش حكينا؟ إيش بيصير لها؟ تأكسد، صح؟ فهي reduced agent. ال NAD plus بيستقبل الإلكترونات، تمام؟ فهو إيش صار له؟ اختزال، بس سبب للأكسجين تأكسد، فهو oxidized agent. هاي. تن تن ترى اوكي HNADH ال NAD بلس هو كوينزايم يعتبر عامل مؤكسد. هلا ليش اخترنا ال NAD بلس عن غيره؟ لانه هو عبارة عن اللجل المناسب في المكان المناسب، سهل جدا يصير له تأكسد وسهل جدا يصير له اختزال. هلا ال NADH هي شكل من لما يصير لل NAD بلس اختزال. هلا كيف بنتقل الالكترونات لل NAD بلس؟ هلا من خلال المركبات العضوية اللي هو الجلوكوز. هلا في عنا انزيم معين اسمه ديهايدروجينيز، هذا الانزيم المعين بيحمل بروتينين مع الكترونين، تمام؟ اول بروتين بيروح على ال NAD، لا، اول الكترون بيروح يعادل لل NAD بلس بخليها ماينس، والثاني بيرتبطها مع بعض بتصير NAD. قصة هياتا، هاد اجانا في الامتحان على فكرة والله. ما علينا، نكمل. هلا ال NADH بمر على الالكترون ترانسبورت تشين. هلا الالكترون ترانسبورت تشين هي سلسلة من الالكترونات عكس السلاسل الثانية، هاي السلسلة منظمة. بدل ما تمر السلسلة، يعني بدل ما تمر الالكترونات خطوة واحدة مثل ما حكينا خطوة انفجار واحدة، لا، راح تمر الالكترونات بسلسلة من الخطوات. اوكي، هلا بحكي لك الاوتو بلز الكترونز داون ذا تشين ان انرجي يلدينج تمبلز. نهاية هاي السلسلة بتكون الاوتو موجودة، تمام؟ هي موجودة تحت بالاسفل، فهي القوة المؤثرة لسحب الالكترونات. ليش؟ حسب الالكترونيجاتيفيتي، الاكسجين هو higher electronegativity، تمام؟ فهو محب للإلكترونات، تمام؟ فلأنه محب للإلكترونات رح يضل يستنى الإلكترونات حتى تمر حتى تمر ويستقبلها. وهاي الطاقة مع كل خطوة بتمشي فيها الإلكترونات، يعني من ستيب لستيب تانية، حيطلع معنا ATP. فهاي الطاقة هي بتشكل ATP الأدينين تراي فوسفيت. يا رب تكونوا فهمتوا علي، شوفوا علي جاي. هلا
شوفوا كيف لو ما تكون خطوة انفجار واحدة انه رح تنتقل من هون لهون، لا فاحنا بتمر الستب لستب لستب ثانية فرح تطلع هيتيرة. هلا هون سؤال ابراهيم هادي حكى لي اياه، انه ليش انه نص O2 مش موجودة O، يعني ليش O نص O2 بالضبط يعني مش O، لانه العنصر الO مستحيل يتواجد في الطبيعة بشكل منفرد، فبالتالي هم بحاجة انهم بيحكوا لك انه احنا بدنا نص للO2، فبدل ما يحطوا O حطوا نص O2 لانه الO مستحيل يكون موجود منفرد بالطبيعة. عندنا the stages of cell respiration، مراجعة مراحل التنفس الخلوي. هلا استخلاص الطاقة من الجلوكوز الانرجي حتى ناخذها من الجلوكوز لازم نمر بثلاث مراحل، احفظوهم زي اسمكم والله والله، الجلايكوليسيس والستريك اسيد سايكل والاكسيديتيف فوسفوريليشن. الجلايكوليسيس بصير فيها تحطم من الجلوكوز للبايروفيت، الستريك اسيد سايكل تستمر فيها عملية تحطم للجلوكوز، الأكسيديتيف فوسفوريليشن بتخزن أكبر كمية من الـ ATP اللي تصنعت بالعملية الـ cell respiration وبس. هاي glycolysis، citric acid cycle، أكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب وين بتصير عملية السير ريسبيريشن؟ أكيد بنعرف إنها بتصير عملية السير ريسبيريشن في الميتوكوندريا. The process that generates almost 90% of ATP is called oxidative phosphorylation because it's powered by redox reaction. هلا ليش الأكسيديتيف فوسفوريليشن هي يعني أكثر مكان أكثر عملية ميكانيزم بصنع لنا الـ ATP؟ ليش؟ لأنه المسؤول عنها عمليات redox reaction، عمليات التأكسد والاحتزاز. A smaller amount of ATP is formed in the glycolysis and citric acid cycle by substrate level phosphorylation. هلا بحكي لك إن العمليات اللي بتنتج كمية قليلة من الطاقة إيش اسمها؟ glycolysis و citric acid cycle. هلا كل جلوكوز لحتى تتحول ل CO2 and water بتطلع لنا إيش؟ 32 ATP. شوف هذا الاشي اكملكم اياه ولا لا. هلا حرام بدي اكملكم اياه، ما بدي اخذ عليكم، يلا ما علينا. كونسبت 9.8، هلا فهمتوا الكونسبت الاول صح؟ اكيد فهمتوا، بس تفهموا بتروحوا تحلوا اسئلته من التست بانك، ضروري جدا جدا وجدا ضروري جدا، تمام؟ رح انزلكم اياه على جروب، على جروب البيولوجي، ورح احط لكم اياه في المكتب. Concept 9.8 glycolysis harvests chemical energy by oxidizing glucose to pyruvate. هلا الglycolysis انه انا بدي اكسر الجلوكوز ل 2 molecules of pyruvate. هلا الglycolysis بتصير بالسيتوبلازم وإلها فازين، قصدي 2 phases sorry، energy investment phase وانرجي بايو فيز. هلا شو هم هدول الفازين؟ تو فيزز سوري. هم هاد الانفستمنت هو اللي دوره مستهلك، بيستهلك 2 اي تي بي، تمام. هلا الجلايكوليسيس بيطلع منها 6 اي تي بي، اوكي. الانفستمنت فيز بيستهلك 2 اي تي بي، والبايو فيز بيعطينا 4 اي تي بي، فالناتج قديش؟ 4. لا لا سوري 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 اسف. هلا الجلايكوليسيس في ان البيوفيز، البيوفيز بينتج 4 والانفستمنت فيز بينتج 2، لا بيستهلك 2، ف 4 ناقص 2 قديش بيعطينا؟ 2 اي تي بي، فنواتج الجلايكوليسيس قديش؟ 2 اي تي بي. الجلايكوليسيس بتصير بوجود او عدم الاكسجين، يعني عادي دخل الاكسجين ولا ما دخل عادي مش مشكله، بس انه الجلايكوليسيس بيطلع منها 2 بايروفيت و2 اي تي بي وبنتج عنها 2 ان اي دي اتش، لانه الان اي دي اتش رح يختزل يعني رح يكسب الكترونين، فبعطي 2 ان اي دي اتش.
رح ينتج الجلايكوليسيس نواتجها ضروري. من هذا الشابتر لازم تعرفوا انه كل مرحله قديش رح يطلع منها نواتج، وباخر اشي بتجمعهم مع بعض، تمام؟ هلا الجلايكوليسيس بدكم تعرفوا انها رح تطلع منها 2 اي تي بي و2 اتش 2 او و1 اي دي اتش 2 و2 بايروفيت، تمام؟ هاي شوفوا الجلايكوليسيس طلع منها 2 اي تي بي انفستمنت فيز، استهلكنا منها 2 اي تي بي، بس طلع بنفس الوقت عندنا 4 اي تي بي طلعوا، ف 4 ناقص 2 قديش؟ 2، فالنواتج 2 بايروفيت، 2 اتش 2 او، 2 اي تي بي، 2 ان اي دي اتش، و 2 اتش بلس. وهيك بكون خلصت لكم البارت الاول من هذا الشابتر. ادرسوا منيح، بدكم دوسيتي موجودة في مكتبة كارف. رجعوا حل اعملوا هايلايتر للأشياء المهمة اللي حددت لكم إياها، بعدين حلوا تيست بانك، ضروري ضروري جدا تحلوا تيست بانك، وإن شاء الله بالتوفيق. ما تنسوني من دعواتكم، زميلتكم فشل خطاطفه.